مدينة بكين تنطلق رحلة الثقافة والمعرفة محملة بأكبر مشاركة صينية في تاريخ معارض الكتاب الدولية. تحلق عالياً على 9 أجنحة لتحط رحالها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2024، حيث تزهر الأجنحة قصصاً بألوان الثقافة الصينية. كتاب وناشرون ومسؤولون ومترجمون من 80 دار نشر صينية، عشرات الفعاليات الثقافية والمهنية والفنية والملتقيات الإماراتية الصينية، حفل إطلاق النسخة العربية الأولى من كتاب مبادرة الحزام والطريق للرئيس الصيني شي جين بينغ، وعشرون كتاباً مترجماً لأول مرة إلى العربية، إطلاق منصة التعاون العربية الصينية للنشر والثقافة بتنظيم مركز أبوظبي للغة العربية والمجموعة الصينية للإعلام الدولي. جناح هو الأول من نوعه، يختص بالصناعات الثقافية والتراث غير المادي في استعراض فريد لأروع ما أنتجته أفضل شركات الصناعات الثقافية في الصين. فلنبدأ معاً عصراً جديداً من التعاون الثقافي، ولنفتح آفاقاً واسعة لعالم النشر والترجمة في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2024 من 29 من أبريل إلى 5 من مايو في مركز أبوظبي الوطني للمعارض أدنيك.